وديني او موصلني وصلني او موصلني ده حبيب القلب مستني. اهلا اهلا اهلا. هيا لولو، شفت ما تاخرتش ازاي جيت على طول؟ اموت في مواعيدك المحترمه. يا سلام، هو ده اول درس كنت اعلمهولك في الصحافه، احترام المواعيد. لا اذا كان كده قولي على طول وانا هاجي بسرعه. يا سلام، ومش جايه بايدك فاضيه كمان، جايه لي معاكي زياره. انا جايه معاها الدرس. ممكن يا بيبي؟ ممكن يا بيبي. هو انا هديكي درس واحد ده؟ انا هديكي دروس. طب يلا بينا يا بيبي. الله الله الله، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تايه ولا ايه؟ يعني انا تايه والجوز دول جايين قصد؟ دي عماره محترمه. بس يلا، هما ايه، ما شافوهمش وهما بيسرقوا؟ ايوه شافوهم وهما بيتقسموا، انا واحده وانت واحده. لا دي مش اسمة عدل، انا الاثنين وانت تقعد تخدم علينا. ماشي ماشي ماشي، عشان ما تفضحش غور. يلا بابي على طول عنده ضيوف ومشغول، وانتي على طول يا اما بره البيت يا اما بتتكلمي في الموبايل. اعمل ايه بس يا ولاد، ما انتوا عارفين اني عندي شغل طول اليوم. طب انت طول عمرك عندك شغل طول اليوم، وعمرك ما بعدتي عننا قوي كده. انا اسفه يا ولاد، حقك علي. يا ماما احنا بقالنا اسبوعين مش عارفين نعمل هوم ورك. نعم يا اختي، انتوا كبرتوا خلاص، مفروض تعملوا هوم ورك لوحدكم. حتى نسيت يا ماما تديني فلوس الدروس، انا كده ممكن اسقط واخرج من المدرسه واشتغل بليا. انت بتتلكك تشتغل بليا؟ وانا كده يا مامي هبقى ببيع مناديل في الاشارات. يا سلام، ايه الافلام الهندي اللي انتم عايشيني فيها دي؟ بصوا بقى يا اولاد، انا في موضوع مهم عايزه اخد رايكم فيه. مادام انت عايزه رايي اتفضلي. قولي قولي يا مامي، انا هفيدك بخبراتي. خبراتك؟ يا مصبر الوحش على الجحش. شوفوا بقى يا اولاد، اي راجل وست بيتطلقوا في نوع من الامهات بيعيشوا عشان ولادهم، بيكرسوا حياتهم عشان ولادهم. الستات دول عاده بياخدوا الام المثاليه وهم عندهم 60 70 سنه. انا بقى مش من الامهات دي خالص. في نوع تاني من الأمهات بعد ما بيتطلقوا بيتجوزوا كتير قوي قوي، يعني راجل ولد تاني، تتجوز ده وتسيبه وتتجوز ده وتسيبه. لا ما تبرقوليش، أنا برضو مش من النوع ده. يا نهار أسود، أمال أنت من أي نوع؟ من نوع تالت بقى. النوع التالت ده بقى غير الأولاني والتاني، النوع ده بيتجوز بس مرة واحدة كمان، ويا صابت يا خابت، أنا من النوع ده. أفهم من كده إن في عريس؟ ها؟ ردي على سؤال الراجل المسؤول عنك. ها؟ إيه جو رايا وسكينة دول؟ قولي قولي ما تخافيش. هو بصراحة بصراحة يا أبي سولي، أيوه في عريس وعايز يتقدم. يتقدم؟ يتقدم لمين؟ لأمك. أمنا؟ الكلام واضح يا سولي. بقولكم ايه بقى، انا مش فاضي للعب الامهات ده. معلش يا ابي سولي، يعني اديله فرصه، يمكن لما يقابلك يعرف يرشيك، قصدي يعرف يقنعك يعني. وانت عرفتي ازاي وامتى وليه والساعه كام وفين؟ ايه ده يا سولي على البنت، وترتها. بصراحه انتوا شفتوه قبل كده وقابلتوه، بس كانت في ظروف تانية قبل ما يحبني. هو كمان حبك؟ هو الجواز لحد دلوقتي لسه فيه حب؟ ايوه ايوه لسه فيه جواز بالحب، زي الشوكولاته بالبندق كده. يعني افهم انك انت موافقه على الراجل ده؟ السكوت علامه الرضا يا سولي. اه يا جمال امي. لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اهو لعب اهو لعب الزهر لعب يا علولي. قولي لي بقى، ايه هو انت عايزه تبقي صحفيه؟ الحلم من احلامي. وانا هحقق لك احلامك، بس خلي بالك انا باخد عدد ساعات طويله قوي في التدريب.
ودي محتاجة تدريب، دي خبرة. ومين قال لك إنها خبرة؟ يا علولي لو مش دي اللي خبرة، مين اللي هتبقى خبرة؟ دي علولي. أيوة. أنت متجوز؟ لا، ليه السيرة الزبالة دي؟ كنت متجوز بس خلاص بقيت إنسان. قولي لي أنتِ بقى. إيه؟ أنتِ متجوزة؟ طب وليه السؤال؟ عايز أعرف يعني متجوزة ولا مقضيها سفالة؟ طب اللي قولي يا علي، هو أنت هتعيني بسرعة ولا بتتأخر؟ لا بتأخر. وأنا بقى يا بيبي هتعين إمتى؟ لا أنتِ هعينك في وزارة الثقافة. خلوا بالكم ده الأستاذ، بس لازم تسخنوه شويه. سخنوني شويه. عشان انا عايز اسخن. يلا يا بيبي يلا بينا. انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال، وركبت اول موجه في سكه الاموال، اروح لاول واحد احتجت له في سؤال، كسر لي شيشتي ساعتها دواني جيت الحال. يا ولية يا أستاذة يا مدام يا حاجة، بس عشان انت عارف ان وعيدي مظبوطة ولازم امشي بسرعة. ها بسرعة. طب انا علي بتاع جورنال، انا علي بتاع علولي. الصاحب ليه عند صاحبه ثلاث حاجات دي مش من ضمنهم، خد دي هتفيدك. طب اعمل بيها، طب خد، طب احطها فين دي ولا اعمل؟ انت يا حاجة الله يخرب بيتك. ايه رأيك يا بيبي؟ عجبتني؟ عجبتني في ايه؟ الله يخرب بيتك. إيه يا بيبي؟ ده انا عملتها على روحي يا بنت الكلب، يلا على ابوك. يلا يا بنت الكلب. ده ايه الكوبيا دي؟ بص بقى، انا عايزك تطوق لي الفطيره بالجمبري. كاليماري؟ حط كاليماري على قد ما تقدر. حط لي 2 كيلو كاليماري في الفطيره. جبنه؟ لا 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 بلاش جبنه. الجبنه ما بتسدش. ركز على السي فود. لك فطيره معايا؟ مش جعان ورب المعبود. انت راجل عايش لوحدك وتستحق الاحسان والشفقه والجود. ليه يا عم الحاج وانا من مصابين الحرب؟ بص يا اسامه، الفطيره دي مش عاديه، دي فطيره لمصر. يلا سلام. مطلوب لك معايا حاجه؟ انت عايش لوحدك وعازب من غير ست عين. طز في الجواز. طزين في الجواز، بس مش طزين في اكل الجواز. لما تروح البيت وتلاقي المدام حطلك طاجن العكاوي على السفره، شويه جوزة الطيب كده من فوقيهم، طاجن عمال يبقلل كده، يا نهار اسود، دي حاجه تتعوض يا راجل. ما انا بطلب دليفري زيك كده بالظبط. لا لا حبيبي لا، ما تقارنش نفسك بيا، انا عمود الاكل بيجي لي كل يوم من البيت طازه. انا طالب فاست فود بس النهارده عشان مطبق ورديه. طب سيبك من موضوع الاكل دلوقتي وقول لي عملت ايه في اللي طلبته منك؟ الراجل بتاعك ده لسه بعمل عنه تحريات. كل ده بتعمل تحريات يا حسين؟ ايه علي؟ ده راجل تقيل، رئيس حزب معارضة كبير، عنده فنادق وعقارات واراضي، مش بيستاهل كده. طب ما سألتوش من اين لك هذا؟ واسأله انا السؤال ده ليه؟ ده مش اختصاصي، انما انا اجيبه من قفاه لو لقيته بيعمل حاجة مخالفة للقانون. انت لو شفت العربية اللي راكبها هتتأكد انه مخالف للقانون وفاسد كمان. بص يا علم، لو كل واحد راكب عربية اخر موديل وفخمة وقلنا عليه فاسد ومخالف للقانون، البلد كلها تبقى محبوسة. لا يا شيخ. والمصحف تيجي نطلب بسبوسة؟ حاضر يا عم، انا تحت امرك. هجيب لماما احسن شقة وهجيب لها احلى شبكة وادفع لها اغلى مهر. بص احنا ولا يهمنا ولا الشبكه ولا المهر، احنا بنشتري راجل. ربنا يخليك يا حبيبي. بس اوعى تفتكر انك انت بتشتري ماما. ها سوري، في ايه؟ لم نفسك. حبيبي الراجل يعني عايز يشتري محبتكم. والله يا طنط. يا ايه؟ يا طنط. طنط ده ايه يا حبيبي؟ طنط ده ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ قصدي حمات يعني. حمات مين؟ الله، ايه المصيبه دي؟ لا احب اعرفك برجاء جارتي وصاحبتي يا باسل.
هو ما حدش قالك ان مامتها ماتت؟ لا والله يا طنط، انا اسف يعني. الفاتحه بقى. فاتحه ايه؟ بقول لك ماتت من زمان. بص كلمنا انا راجل لراجل. اتفضل يا اخوي. انت ولا هتكون اول خطيب ولا اخر خطيب. ازاي يعني؟ بص قصدي العرسان كتيره جدا زي كتب المدرسه كده، وكلهم بيدفعوا اكتر من التاني، وانا مضطر اعمل مزاد. ولد ايه سولي حبيبي؟ معقول عايز تبيع مامي في مزاد؟ لا، طالما هو شريكي يبقى لازم يفهم الوضع كويس، وانا عايز اعلى سعر. كده انا فهمت، كده انا فهمت. انا مستعد اشتري وباغلى سعر وبالدولار كمان. لا لا، الدولار ايه بقى؟ معلش يورو بقى عشان اعلى في السوق. دولار ايه ويورو ايه يا باسل؟ بتعوم على عومه. انتوا بتبيعوا تشتروا فيا. بص يا ابني، انا مامي عامله زي الذهب، بتعمل فول ميك اب لنفسها في ربع ساعه. انا مستعد اجيب لها طقم ماكيرات مخصوص ما يهمش الشكل، وهي احسن واحده تطبخ في العالم. هجيب لها طقم طباخين تحفه ومخصوص ليها بس، وما يهمنيش الاكل. وتقريبا كده تقريبا يعني ما عرفتش اي راجل في حياتها غير بوبي. ايه تقريبا دي؟ ايه تقريبا دي يا سولي؟ ولسه بتحبه؟ ما حصلش. بص يا ابني، انا على طول مامي بتحب كل الرجاله تجري وراها علشان بوبي يغير عليها، واي حد يجي جنبها يديله بالجزمه. بالجزمه؟ يا ابني انا فعلا بجري وراها دلوقتي، بس باباك مش جوزها عشان دلوقتي يغير عليها او يعترض او كده يعني. فاكر بقى يا سولي زميل مامي في الشغل لما كان بيعاكسها وبابي جاب له عهمس، بابي جاب له عهمس مستديمه؟ ايوه. وفاكره الولد اللي كان بيمثل وخلاه يبطل يمثل؟ يبطل يمثل؟ ايوه، علشان غير له ملامح وشه. ولا بقى يا سولي جارنا المحامي لما دخل في غيبوبه، يا عيني لما قال لمامي صباح الخير يا صباح الخير يا انور. ده غير الناس اللي موتهم كتير. ايه ده؟ الكلام ده كله كذب على فكره. هو انا كنت متجوزه علي الطيب ولا علي الزيبق؟ ايه يا رجاء، ما تقولي حاجه مش صح. لا طبعا طبعا صح. امال ايه؟ وانا بقى كان عندي زمانه دلوقتي يعني متشعلق في المشنقه او قاعد على الكرسي الكهربائي. لا ما هو بابي بيعمل الجريمه كامله، هيقتلك وهيتويك. في ايه؟ وهيداري جثتك. في ايه؟ محدش هيعرف هي فين. قصيخ. بقول لكم ايه، انا غلطانه ان انا اعتمدت عليكم انتوا الاثنين. اتفضلوا قوموا على اوضكم. اتفضلوا. يلا. تصدق انت صعبان عليا يا اخويا. انا معاك. معلش بقى يا باسل، الاطفال انت عارف، بس انت تقدر يعني تطلبني من جوكو. حاضر. وانا تحت امرك، بس انا عندي اقتراح بسيط ويا ريت يعني تقبله. نخلي المهر بعد اذنك من دينار الكويتي، سعره عالي قوي. حاضر. ايه موافق؟ موافق. ايه والله ما قصرت. لا يا حبيبتي مش قادره، مش قادره. انا نفسي اتسدد، مش قادره. شفتي العيال عملوا ايه في الراجل؟ شفتي؟ مت على روحي من الضحك. يا سلام، وانا كنت حموت من الكسوف. وقال انا بقول له ايه؟ لا انا ما اقدرش اعيش من غير ولادي، زمانه طفش. لا لا لا، الراجل اللي يحب بقى ما يطفش ابدا. كانوا هيفطسوه. عارفه فكروني بفيلم ايه؟ دوتوري اوسني. اوسني دوتوري. بس الحمد لله انقذناه في اخر لحظه. الحمد لله الحمد لله يا جوجو. بقول لك يا جوجو، انتي طول عمرك بتحبي الاطفال وكان نفسك تتبني اطفال، طب ما تتبنيش ولادي شويه فتره بسيطه يعني مش كتير. انا بحب الاطفال لكن ولادك دول مش اطفال يا حبيبتي، ما يلزمونيش ابدا، اديهم لابوهم. يا حلاوه، ابوهم؟ قلبك ابيض يا حبيبتي. ولو كان ابوهم رباهم كان رباهم واحنا مع بعض. اديكي شفتي اخر تربيته. اخر تربيته؟ ولما هو كان بيربيهم كنت انت فين حضرتك؟ مش عارفه كنت فين. ايه الاسئله المحرجه دي يا كوكو؟ ايه ده؟ هاتي هاتي البتاع ده. هاتي. خد يا حبيبتي اتفضلي. ايه الحلو؟ شوفي كده. معقوله؟ هنا والشفا راحت.